التي نشتاق عذب حديثها وسؤالها والدفء حين تودع أو لقمة. قال حافظ الزنقوطي يرثي أمه صالحة الهجري رحمه الله تعالى: الموت أوعظ من يقول فيسمع، حق إذا ما حل لا يستدفع. ما زال فينا مذ خلقنا جاريا طورا يباغتنا وأخرى يفجع. والمرء بين رحاه يطوى عمره، يا ليت شعري من يجير وينفع. يا أيها الرزء العظيم ترفقا، هل لا رحمت فؤاد من يتقطع. صدعت قلبا بالضياء محصنا، في ظل أم لم يكن يتصدع. كانت أباه وأمه وخليله، هذا ورب البيت موت أجمع. أمي ومن كالأم في هذه الدنا، تالله ما رزء كفقدك أوجع. قد كنت أحسب أنني متجلد، بالصبر أوصي من يصاب وأقنع. حتى قضيت فهدني هول الردى، إذ غال أغلى من أصون وأمنع. يا آخر النظرات إذ ودعتها، ها أنت أول حسرة أتجرع. لا تعذلوا بكاء أم إن ذوت، فأقل ما يهراق منه الأدمع. البيت أظلم والحياة سقيمة، كل الأماكن إثر فقدك بلقع. والدار والجمع المبارك تاليا، آية الكتاب مفجع يسترجع. والزهر والشجر الأسيف وهرة ورديمة فاضت تهل وتدمع. والأمهات وقد فقدن جوارها، ما ثم إلا موجع ومودع. وكريمة فازت ببرد رعاية، أضحت بحر رحيلها تتلوع. وصغيرتي باتت تسائلني أبي، هل مات حقا من نطيع ونسمع. أين التي نشتاق عذب حديثها وسؤالها والدفء حين تودع. أو لقمة ممزوجة بحنانها، من جود كفي ألذ وأشبع. أين التي إن أوصدت أبوابكم، أبوابها مفتوحة لا تقرع. أين التي إن أوصدت أبوابكم، أبوابها مفتوحة لا تقرع. أين العطاء بغير من أو أذى، أين الحنان وأين من لا تجزع. أين الحياة ونورها وبهاؤها، وأعز ما تطوى عليه الأضلع. وأنا مشيح عاجز عن سؤلها، ماذا عساي من الجواب سأبدع. والكل من ألم الفراق مسهد، يا رب حمدا ليس ثمة مجزع. فلأنت تبلو بالحياة وتبتلي، بالموت عدلا كلنا لك خضع. من ذا يصبرنا ويجبر كسرنا، إلا كربي من يعين ويدفع. صلى عليك الله يا أم الوفا، ما مد عبد كفه يتضرع. أو قام في قلب الدجى متهجدا، بالآي والذكر الحكيم يرجع. ما طاف بالبيت العتيق ملبيا، من كل فج أو سعى متمتع. وجزاك عنا كل خير سابغ، رب رحيم فضله لا يمنع. جنات عدن وارفات ظلها، طاب المقام بها وطاب المرجع. جنات عدن وارفات ظلها، طاب المقام بها وطاب المرجع.